التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال All the best compliments and the prayers and the good things are for Allah. Peace and Allah's mercy and blessings be on you, O Prophet. Peace be on us and on the pious slaves of Allah. I testify that none has the right to be worshipped but Allah, and I also testify that Muhammad is Allah's slave and his apostle.